واهم كل من يعتقد بأن داعش تحارب بالأمور العسكرية، بل بالعكس سوف يزيد ويعاظم من قدراتها القتالية، لأنها تمتلك إعلام مزيف وتستطيع أن تنقل بعض القضايا العسكرية كأنها معادية إلى يعني البشر وإلى الناس، وتذهب بهم إلى العقول التي تتناغم معهم. أنا باعتقادي من يريد أن يذهب بالعمق الاستراتيجي لمحاربة داعش عليه محاربة فكر بن تيمية وتحجيم المال يعني جزء من الدول الخليجية والإعلام الخليجي. سوف نحصل على حالة من الاستتباب الأمني، لأنه داعش دائما يأتي بمنادات إعلامية بتوفير المعدات العسكرية بالمال، وأيضا يأتي بعقيدة راديكالية قد تنتج من هذا الفكر، فكر بن تيمية تحديدا. ولكن قد يرد عليك البعض بالقول توقيعية. سيد جاسم، أنه داعش ضرب الداخل السعودية أيضا. سيدتي وليكن هذا الامر، هذا قضيه غير يعني اتفقنا في بادئ الندوه. قلنا بان تركيا قد تبنت موضوعه مطار اتاتورك حتى تبعد هذه التهمه التي التصقت بها، والجميع يعلم انها كانت ابوابها مفتوحه على مصراعيها، يعني من غاز عنتاب ومن يعني منفذ الطبقه لدخول المقاتلين والمعسكرات موجوده على الحدود، والدعم والتصريحات وكل هذه الاشياء، وحتى الاتهام من قبل الرئيس الفرنسي للرئيس التركي كان على التلفزيون وعلى الإعلام. قضية معلومة هذه. اليوم البلد من يحصل عنده شيء، حتى هم داعش عندما يفخخون بعض القضايا تنفجر عليهم، بعض الأمور تتركب خطأ، بعض يعني الذين وعدوهم بأشياء لم ينفذوا يرتدون عليهم، هذه ليست بمعيار. أنا أتكلم اليوم عن 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 تغيير ديموغرافي، تغيير فكري، تغيير جغرافي، تغيير في كل الأمور اليوم بسبب هذا الفكر الموجود. قضية أخرى سيدتي، يعني هي مهمة اليوم، علينا أن نضع النقاط على الحروف ويجب ألا نتغاضى عنها. اليوم من يحاول أن يدير هذا الصراع بطريقة أو بأخرى، أنا باعتقادي الحروب تحولت في العالم حروب فكرية اقتصادية، من الممكن أن تصل بعض القوى العالمية لهذه الأمور. يجب أن نأخذ المدى الأبعد. داعش لا يدخل من أي دولة إذا كان هنالك وحدة قرار وطني وهنالك حالة من الوفاق السياسي، وإن أراد أن يدخل إذا بلد كان ممزقا بهذين الجانبين يدخل، وحتى وإن امتلكت رسالة نووية. وخير دليل فرنسا على هذا الأمر، يعني وأنا والدليل الآخر الوحيدة التي من الدليل الآخر تونس المعكوس، يعني الدليل المعكوس تونس، لأنه عندها جيش متماسك وطني وما في يعني أزمة سياسية حادة، نجح بدحر داعش. بالضبط. انا اريد ان اعرج على نقطه سبقتيني، والقرار اللي اتخذ الرئيس يعني انا اعتبره من افضل القرارات، الباجي قائد السبسي عندما دعا على حكومه وطنيه حتى لا يترك هن او فراغ من الممكن ان يدخل من خلاله داعش. لانه اعتقد بفتره سابقه كان هنالك ترويج الى هذا الفكر مؤسساتي، وقد غضت النظر او علمت او يعني بمحض ارادتها من عدمها خرجت بعض هذه التفصيلات، ووصل العدد الى ما هو عليه، ويتوقع أن هنالك حالة ارتدادية، لأن داعش خسر الجغرافيا وخسر الموارد الاقتصادية وبدأ يعيش ببيئة طاردة، وهو الحاضن في كل هذه المناطق ما بين سوريا والعراق. أنا باعتقادي اليوم المتبني أو نقول المدير إلى هذا الصراع أو لداعش سوف يذهب به إلى شمال أفريقيا. اليوم سيطر على الجغرافيا، بنى قواعد، استطاع أن يؤمن خطوط نقل الطاقة وتحديدا الغاز، كشف الكثير من الأمور السياسية، عاد التوازن، بدأ يبحث عن موضوعة القبض على السواحل. ما يحصل في شمال أفريقيا كالذي يحصل في اليمن. أنا باعتقادي الحرب المقبلة بمسمى آخر ليس بداعش، سوف يظهر لنا تنظيم آخر بمسمى عملية تبديل القناع، وسوف يذهبون إلى مسك السواحل حتى يسيطرون على الاقتصاد وعلى حركة المرور لهذا الأمر. لكن باعتقادي التجربة الناجحة والوحيدة التي قامت بها يعني الدول في محاربة الإرهاب هي تونس فقط. وأنا باعتقادي سوف تكون آمنة، والخطر هو سيكون في أراضيهم، يعني في الأراضي المجاورة لهم، لأنها تشهد يعني تشققات وتشهد مثل هذه الخلافات. من الممكن أن يتغير التي هي تعد ركنا أساسيا بالتحشيد وهو الجنبة المذهبية. دائما ما يؤخذ من هذه التنظيمات الإجرامية الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك المملكة العربية السعودية جنبة مذهبية من أجل رفض هذه التنظيمات بالمقاتلين
من يعني كل أنحاء العالم. هذا جزء مهم جدا، وأنا باعتقادي يساعد كثيرا أو يسهم كثيرا في إيجاد حلول واقعية وحقيقية بعيدا عن الأمور العسكرية. لكن بودي أن أطرح قضية بسيطة وأجيب على سؤال سألتي للدكتور من الزميل، أن موضوع تونس، أنا باعتقادي تونس على يقظة تامة بكل ما يجري في المنطقة، وتعلم جيدا أسماء وأعداد المقاتلين الذين ذهبوا إلى العراق وإلى سوريا، وأيضا خير دليل عملية بن قردان التي أجهضت بساعتين، أي أن هنالك يقظة كبيرة جدا من قبل الأمن التونسي والحرس الوطني عندما هاجموهم بتلك الفترة، وهي أخذت التدابير بشكل كامل وتعلم جيدا، وواهم كل من يحاول أن يذهب بذلك المكان لأنه سوف يكون يعني عرضة للمساءلة القضائية عن عادة مرة أخرى لذلك البلد. أشكرك جزيل الشكر سيد جاسم حنون الفوادي وحضرتك الخبير الأمني والاستراتيجي، حدثنا من بغداد. شكر كبير للدكتور رياض الصيداوي أستاذ في العلوم السياسية لكم، والكاتب والباحث التونسي حدثنا من جنيف. وأشكرك جزيل الشكر دكتور محمد مرتضى وحضرتك المختص بشؤون الجماعات الإسلامية. نتمنى أن ننام